قال السفير عبد الله المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، قال إن قطر عادت إلى ما يشبه حجمها الطبيعي بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها، مضيفا أنه من الممكن إضافة شروط جديدة على قطر من قبل الدول الأربع في حال طرأ أي تغير على الأرض. ما الذي تحقق في هذه الأزمة؟ تقلصت إلى حد كبير التدخلات القطرية بالشأن الداخلي للدول الشقيقة التي مارست مقاطعة قطر، وتقلص الدور التخريبي لقطر في أماكن مختلفة من العالم. لم ينتهي تماما، وما زالت هناك ممارسات نشتكي منها ونواجهها، ولكن أعتقد أن قطر عادت إلى ما يقارب حجمها الطبيعي خلال السنوات الثلاثة الماضية بشكل كبير. آفاق التوصل إلى الحلول، نحن مستمرون في تأييد الوساطة الكويتية، ونأمل أن تثمر هذه الوساطة عن نتائج إيجابية، ولكن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى القيادة في قطر التي ما زالت تمارس قدرا كبيرا من التعنت والتصلب في رفض المطالب المشروعة للدول الأربع المشاركة في المقاطعة. قطر كما ذكرت دولة صغيرة لا يمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا على مسار التعاون بين الشقيقات الست في دول مجلس التعاون. فيما يتعلق بالتعاون السياسي ربما يكون هناك شيء من الجمود بسبب اختلاف بعض المواقف، ولكن في القضايا الأساسية أيضا ما زالت دول مجلس التعاون تمارس سياسات متناسقة في هذا الشأن. ولو طرأ اليوم حدث طارئ جديد على الأرض في قطر يبرر إيجاد شرط جديد، يمكن إضافة شروط وتعديلها حسب الحاجة، فلا غرابة في أن يكون هناك تطور في موضوع الشروط حسب تطور الأحوال والأوضاع على الطبيعة.